خطتنا اليوم فيتوتشيني الفريدو، باستا بطريقة جد رائعة وبقوام كريمي. نتمنى أنكم فعلا تجربوا هاد الوصفة لأنها رائعة جدا جدا. أجي نتعرفوا على المقادير والطريقة ديال التحضير على بركة الله. بسم الله. هادو هما المكونات اللي غادي نستعملو كيف ما كتشوفوا معايا حبيباتي. عندي هنايا هاد النوع ديال الباط اللي استعملت، فهي فيتوتشيني باستا، كتكون على هاد الشكل هذا. وانا استعملت هادي ديال البيض، ممكن تستعملوا العاديه وكذلك ممكن تستعملوا اي نوع باستا متوفر عندكم في الدار. هنايا عندي واحد نص سيترو ديال كريمة الطبخ، عندي جبنة فيلادلفيا، عندي بصلة شالوت، هي هادي كتكون صغيرة وحمراء، غادي ناخد منها واحد ثلاثة الحبات وغنشلضهم مزيان. عندي واحد جوج دراسات ديال التومة، عندي ملحة بزار تحميرة ومعلقة كبيرة ديال الزبدة، وعندي معلقة صغيرة ديال بودرة التومة ومعلقة صغيرة ديال بودرة البصلة، وهنا عندي جبنة شيدار وموتزاريلا. فهادو هما المكونات ديالنا، نجيو نشوفوا الطريقه ديال التحضير. توكلنا على الله. فاول خطوه باذن الله غادي نديرو هي نسلقوا لي بات ديالنا. فهذا هو النوع اللي استعملت، ممكن تستعملوا اي نوع حبيتو. في اناء غادي نوضعوا نص لتر ديال كريمه ديال الطبخ، وغادي نضيفوا عليها واحد جوج حتى ثلاثة المعالق يكونوا عامرين مزيان بجبنة الفيلادلفيا او اي جبنة متوفرة عندكم. من بعد غادي نضيفوا معلقة صغيرة ديال بودرة التومة ومعلقة صغيرة ديال بودرة البصلة، وهنايا عندنا مليحة بزار التحميرة. صافي غادي نحركوا هذا الخليط ونخليوه على جنب وندوزو للخطوة الثانية. في طنجرة او مقلاة على نار تكون متوسطة غادي نديرو معلقة ديال الزبدة، وغادي نديرو بصلة شالوت ديالنا مع دوك جوج حتى ثلاثة دريسات ديال التومة، وغادي نشحروهم واحد شوية. غادي نشحروهم غير شوية حتى يدبالو، فنحاولو اننا نردو البال ما نحرقوش البصلة والتومة، لان الا مشينا حتى حرقناهم غادي تمرار لنا الصوص ديالنا. فغادي غير ندوبو ديك الزبدة وغادي نشوفو بان البصلة والتومة بداو كيدبالو شوية. صافي، وغادي نضيفو عليهم الخليط ديال الكريمة وديال الجبنة. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا حبيباتي، البصلة والثومة ديالنا راهم دبالوا لينا. صافي هنايا غادي نضيفوا عليهم خليط ديال الكريمه والجبنه، وغادي نحركو مزيان، وغادي نضيفو عليهم تقريبا واحد مقدار ديال واحد الكاس كبير ديال الماء فاش سلقنا لي بات، وغادي نحرك مزيان وغادي نخليهم تقريبا يغلاو لينا واحد خمسة ديال الدقائق. صافي، والصوص ديالنا غادي تكون جدات. وهذه هي الصوص الالفريدو المعتمدة في جميع المطاعم، هكذا كيصاوبوها. فغير تبعوا معايا نفس الخطوات وان شاء الله غادي تحصلوا على صوص الفريدو رائع جدا. صافي، وغادي نخليها تغلي لنا تقريبا واحد خمسة ديال الدقائق، ومن بعد غادي نضيف عليها الفرماج ديالنا موتزاريلا وتشيدر تشيز، وغادي نحرك واحد شويه على بيد ما يذوب ليا الفرماج. وصافي، الصوص ديالنا غادي تكون وجدات.
اجي ندوزو للمرحله الاخيره. فهنايا من بعد ما غلات لينا الصوص ديالنا صافي راها واجده، غادي ندفو عليها لي بات اللي سلقناهم وصفيناهم من الماء مباشره. من بعد ما نصفيوهم خاصنا نديروهم في الصوص باش ما يتلصقوش لينا، ف صفيتهم وضفتهم على الصوص. وهنايا غادي نحاولوا اننا نحركوهم مزيان مع هذا الصوص، فما تخافوش من الصوص الا شفتوها انها كثيره بزاف. من بعد غادي ندخلوها للفران وغادي تشرب لينا. فصافي غادي نحركوها مزيان ومن بعد غادي ندوزو نشوفو الخطوه الاخيره. غادي ناخذ واحد الصحن اللي كيكون تيدخل الفران، غادي نضيفو الباستا ديالنا. فكيف ما سبق ليا وقلت لكم ما تخافوش من الصوص الا كانت كثيره، ملي غادي ندخلو الفران لي بات ديالنا غادي يشربوا لينا هذيك الصوص. فصافي غادي نحاول انني نقاد السطح ديال الباستا. هنايا عندي واحد شويه تاع موتزاريلا وشيدار تشيز فرماج غادي نديرو من الفوق كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي ندخلو الطبق ديالنا الفران يكون شاعلين عليه غير من الفوق لان بغينا غير الوجه يتحمر لينا. صافي ومن بعد طبق فتاتشيني الفريدو غادي يكون واجد. نقدموه مع الدجاج، نقدموه مع الحوت، نقدموه مع خضره مشويه، ممكن تقدموا معي اي حاجه متوفره عندكم. وما تنساوش تزينوا الوجه ديال الطبق ديالكم بشويه ديال قزبور او معدنوس او اي حاجه متوفره عندكم. هذاك اللون الخضر كيعطي واحد الجماليه رائعه للباستا. فنتمنى انكم تجربوا هذا الطبق لانه غني جدا، الكبار والصغار كيحماقوا عليه. خليوا لي جيم بارطاج وضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. خليت لكم الراحه في امان الله وحفظه. مع السلامه.